على تويتر أعرب الكاتب البرازيلي باولو كويلو عن قلقه بعد حرق كتبه في ليبيا، مشيرا إلى أنه يتابع مع سفارة بلاده ولا يمكنها أن يجلس مكتوف في اليدين. تعليق الكاتب البرازيلي جاء ردا على فيديو وثق مصادرة مديرية الأمن في مدينة المرج شرق ليبيا كتبا بنية حرقها، وأثار الموضوع استياء واسعا، خاصة وأن في المرج مقر قيادة أو قادة الجيش الليبي وليس داعش. من تونس ينضم إلينا رئيس هيئة الإعلام والثقافة والمجتمع المدني في الحكومة الليبية المؤقتة خالد نجم. أهلا فيك معنا أستاذ خالد. يعني إيش سبب هذا التصرف أو هذا الفيديو؟ حقيقة أختي العزيزة، الخبر يحتاج إلى تصحيح. إن هذه الشحنة من الكتب لم يتم حرقها، بل تم التحفظ عليها لعدم وجود مستندات معززة لهذه الشحنة لدخولها البلاد، باعتبار أن أي شحنة تدخل البلاد من أي مطبوعات تحتاج إلى إذن المطبوعات وكذلك الإجراءات الجمركية. وأنا من هذا المنبر أشكر مديرية أمن المرج التي تقف مساندة لقوات الجيش لمحاربة التطرف والإرهاب، باعتبار أن المرحلة الآن عاصفة تعصف بالمنطقة بالأفكار الهدامة والأفكار المتطرفة. ونحن من خلال تواصلنا مع مديرية أمن المرج أكدوا لنا أن هذه الشحنة تم التحفظ عليها لعدم وجود أي إجراءات قانونية وفق قانون المطبوعات الصادر في عام 1972، القاضي بمراقبة المطبوعات الداخل البلاد والحصول على أن المطبوعات من الهيئة العامة للإعلام والثقافة. وبالتالي من خلال تواصلنا معهم الآن كلفنا إدارة المطبوعات بمتابعة هذا الأمر. إذا كانت هذه الكتب تحمل أفكارا هدامة وأفكارا تدعو إلى التطرف وأفكارا تدعو إلى التشيع، ربما يتم حظرها من الدخول للبلاد، باعتبار أن هذه الفترة فترة صعبة والجيش الوطني. طيب يعني إذن بس عشان نفهم، يعني أنت بتقول الآن أن الموضوع مجرد إشاعة ولبس يعني؟ نعم، هو الموضوع أعطي حجما أكبر من حجمه، باعتبار أن هذه الشحنة تم إيقافها في أحد بوابات مدينة المرج من قبل مديرية أمن المرج، ولم يجدوا لديهم أي مستندات معززة. طب إذن عدد من الجهات اللي احتجت على حرق الكتب، عدد من الجهات اللي بيحتجت على حرق الكتب، باولو كويلو احتج على حرق الكتب. حقيقة لم يتم، أنا أؤكد لك أنه لم يتم حرق هذه الكتب، بل هي موجودة الآن لدى مديرية أمن المرج، وإدارة المطبوعات الآن في تواصل مع مديرية أمن المرج لمراجعة هذه المطبوعات وإعطائها إذن للدخول أو عدم دخولها. وبالتالي ما أثير عليه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي هو أعطي الموضوع أكبر من حجمه. وصلت من فكرتك، شكرا. داهمنا الوقت. كان معنا رئيس هيئة الإعلام والثقافة والمجتمع المدني في الحكومة الليبية المؤقتة خالد نجم، شكرا لك.